أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض علماء الإعجاز العلمي اكتشف أن في الحديد معدن لا يوجد في الأرض، ويقول ذلك مصداق للآية الكريمة وأن الحديد أنزل من السماء، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام جاهل، ما هو كلام عالم، هذا كلام جاهل. الحديد خلق في الأرض، قدر فيها أقواتها من الحديد وغيره، فلم ينزل من السماء حديد. نعم. السلام عليكم. والإنزال يختلف باختلاف موارده. نعم.